وللحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا الناشط الحقوقي عبر الإنترنت من باريس السيد إبراهيم الشرع. سيد إبراهيم أهلا بك. أهلا وسهلا. نعم سيد إبراهيم، بداية صف لنا أجواء المظاهرة لهذا اليوم، وهل هناك جموع في المظاهرة؟ نعم هناك جموع تنادت من مختلف دول أوروبا، من بريطانيا، من سويسرا، من ألمانيا، من إيرلندا، من دول عديدة. نعم. وكانت الحقيقة كلها يعني تعبر عن موقف مساند للجيش الليبي التابع لحكومة الوفاق، وضد كل من يريد للعاصمة ويريد لليبيا الدمار والخراب والقتل. نعم. ونعم واقفين ضد ومنكرين على الحكومة الفرنسية دعمها لمجرم الحرب حفتر ومن معه ومن وراءه، ومنكرين على كل من سنده في سفك دماء الليبيين وفي تدمير بيوتهم وفي تهجيرهم وفي إثارة الرعب وسفك الدماء. فكانوا يبدو تضامنهم مع إخوانهم في الداخل الذين يقاومون هذا المجرم المارق. نعم. وكلهم نعم لا يريدوا أن يقفوا موقف متفرج وهم يرون ما يحدث في ليبيا. نعم سيد إبراهيم، هل كان لهذه المظاهرة صدى في الشارع الفرنسي؟ وهل وماذا كان يعني البيان الذي أدليتم به، ماذا كان فحواه؟ كان فحواه شرح لما يحدث من 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 إجرام من قبل المجرم حفتر وعملية ما يسمى بالكرامة، وأن الدور الفرنسي كان دور سلبي ودور سيء جدا. نعم. بل هو الدور مشارك في الجريمة ومساند وداعم لهذا الطرف الذي يقتل والذي يعدم خارج إطار القانون وينكل بالمدنيين. فإن كان هذا هو التركيز على هذا الدور السيء. وطبعا حضرت بعض وسائل الإعلام الفرنسية. نعم. ونقلت الخبر، لكن طبعا هو لا يقتصر الأمر على إثارة الأمر في فرنسا فقط، وإنما هي رسائل لأكثر من طرف، ضغط على البرلمان باعتبار البرلمان بدأ في التحقيق في دور الحكومة الفرنسية في دعم مجرم الحرب حفتر الذي أدى إلى قتل كثير من المدنيين. فهذه تشكل نوع من الضغط حتى يتم تحريك هذا الأمر والإسراع في البدء فيه، وهذا يشكل ضغط. الجانب الآخر أيضا إسماع الصوت لأوروبا بصفة عامة ولكل القنوات التي تنقل هذا الخبر إلى مختلف أنحاء العالم. نعم. حتى يعلم الناس أن إخوانهم مساندين لهم في أوروبا وأنهم منكرين على ما يحدث من دعم ليس فقط من قبل فرنسا ولكن أيضا من قبل الإمارات ومن قبل السعودية ومن قبل مصر وكل الدول التي تدعم هذا المجرم. نعم سيد إبراهيم، هل تواصلتم مع بعض المنظمات الحقوقية داخل فرنسا وخارجها يعني من الدول الأوروبية؟ نعم هناك منظمة حقوقية مصرية، هناك منظمة حقوقية تونسية. نعم. وهناك منظمة فرنسية جاء رئيسها وألقى كلمة طويلة ومعبرة لعلكم بثتم جزء منها. نعم. فكلهم نعم تضامنوا مع هذه المظاهرة. سيد إبراهيم، هل تتوقعون استجابة من الحكومة الفرنسية خصوصا بعد تشكيل لجنة من البرلمان الفرنسي حول مدى التزام فرنسا تجاه ليبيا عموما ودعم حفتر خصوصا؟ هو طبعا لا نتوقع أن من خلال مظاهرة أو وقفة أن القضية كلها تحل برمتها، إنما هو إسهام وهو جهد متواصل من هنا ومن هناك ومن الداخل، وكل موقف يقوي الآخر حتى نصل إلى نتيجة. التحدي هنا أن الجميع ينبغي أن يبذل ما يستطيع، لا أن يتفرج ويقف ويتحصر، إنما من يستطيع أن يقدم أي شيء يقدم. وأتوقع أن يكون له تأثير، لكن نعم ليس وحده هو الذي يحدث الثمرات المرجوة كلها، إنما الكل يعمل والله سبحانه وتعالى يحقق إن شاء الله الكثير. نعم. هل لديك أي إضافة سيد إبراهيم؟
نعم، أتمنى أن ما يحدث في ليبيا هو امتحان للجميع، امتحان لمدى صدقيتهم، امتحان لمدى مواقفهم. الآن عندما يرون القتل ويرون الإجرام ويرون الإرهاب الحقيقي من مجرم الحرب هذا ومن معه، ما موقفهم من ذلك؟ هل هو موقف المتفرج، أم هو موقف داعم له، أم هو موقف المحارب والمنكر والباب الجهد هو وقته وماله في هذا السبيل؟ هي امتحان للجميع. أتمنى أن كل من يقف ويتفرج أولا أن يفهم الوضع ويفهم من معتدي ومن معتدى عليه، لا يسوي بينهما، ثم يتخذ الموقف الصحيح. نعم السيد إبراهيم الشرع الناشط الحقوقي، كنت معنا عبر الإنترنت من باريس، شكرا جزيلا لك.